عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة. ضيفي اليوم هو غني عن التعريف، فهو عسكري مخضرم خدم الكويت وخدم باسم الكويت. ضيفي هو العميد الركن عبد الله أحمد المقلد. حياك الله أبو فهد، ونحن سعداء بهذا اللقاء. حياك الله يا دكتورة أستاذة، وعلى عيني وراسي، وشرفتي مكانك. شكرا لك. بداية نتوقف عند الولادة، وكانت عام 1949 بالمسيل. ماذا تقول عن هذه المرحلة وهذه الفترة؟ ولادتي 1949 في شهر 8، وهي مكتوبة. كان في مكتب يم مستشفى الأميري أو خلفه، وتم للأخير شالوه مثل مكتب صغير. أول ناس اللي سجلونا أسماءنا اللي ينولد، كان ما في ولادة ولا شهر ميلاد. هذا المسيل اللي منطقة الوسطى في جبلة وشرق، والمنطقة الوسطى لأكثرها القصاصيب. اللي طبعا يم السوق والقصاصيب يسمونه السوق لهذا. إنما هذه هي يعني تكاد تكون يعني ولادتك من الولادات المؤرخة. طبعا الدراسة بداية كانت أكيد عند مطوع، وهل ممكن تقول لنا ما هي المراحل الدراسية وكيف يعني قضيتها سنوات بسنوات وهكذا؟ أنا اللي أذكره كان يم بيتنا ملا فهد، يسمونه ملا حدب، وطبعا ملا مرشد. وكنت انا ادرس عنده اي الصبح، حق يحطون طحني حق ندرس قران. ما تمينا فتره، الدوله انتبهت الامور هذه فسكرت هذه الاماكن الدراسات العاديه الاهليه، واخذونا الى مدرسه كان المباركيه مفتوحه توها. توها المباركيه، انما حق احنا كثر العدد، فأخذونا مدرسة قتيبة القديمة أتذكرها، كان حتى فيها مراجيح حبال. حبال اللي فيه حبال. وليش وليش تبي أبو فهد؟ لا في هذاك الوقت يعني كان حتى أذكر بالمعلمين، يعني اللي كان ملا أحمد العثمان، أذكر يوسف ملا يوسف، أذكر دخيل العسعوسي، ومعلمين كانوا من الكويت. بس ملا جاسم، حتى يعني ملا جاسم دريس أعتقد تقريبا هو النجم اللي أولاده ويا أولادي بالقضية. ملا جاسم النجم اللي هو أحفاده، توفى الرحمة وبالصدف. وفي ناس أنت ما تعرف أسماءهم، آخر أسماءهم يعني اللي عبد الرحمن نسيته، العبد الجادر كان من هالمعلمين القدامى، دخيل العسوسي ذكرنا، استاذ نجم الخضر، نجم الخضر رحمه الله عليهم كلهم. يعني كم سنه قضيتها في مدرسه قتيبه؟ مدرسه قتيبه للغريب كان في اولى بستان وثاني بستان. اولى بستان اول ما تيجي اللي تقعد فيه يعني شيطان وذيلا، بعد ثاني بستان عقبها يرحلونك، ما في عندنا التدريس هذا. بس كان عندنا كل البعثات المصريه أكثرها والبعثات الفلسطينية. ولذلك يعني كان أكثر المنهج هو قرآن ولغة عربية. ويعطونا بطاقات للنسخ، شلون نكتب. كنا احنا ما نعرف نقضب القلم، وما عرفنا طريقة النكتب، لا ما متعودين عليه. فالدولة تعطينا من دفاتر، من أقلام، من ألوان ناخذهم البيت معانا. من قصص تجيب لنا. فقعدنا فيها بالابتدائي مي مرحلية لحد ما رحنا إلى توسعت المدرسة، فقالوا افتحوا مدرسة المرقاب. المرقاب قريبة اللي هي الآن يم يسمونه الوزارات، مجمع الوزارات. ودونا فيها حقيقة، كان فيها الأستاذ عبد الرحمن العبد الجادر، وكانوا اللي يشتغلون الفراريش والفراريش وديل المسؤولين كلهم أهل البحر القدامى. طبعا تركوا البحر يشتغلون فيها، اشتغلوا فيها حراس وفراش، حراس وديلة. بتجد أمي اباء حق الطلبه، ادخل لا تاخر، يلا دشوا المدرسه. وعادوا بعدين رحنا، الدوله بنت ثلاث مدارس نموذج، كان
اللي هي مدرسة الصديق اللي فيها وزارة الداخلية الآن القديمة، ومدرسة الشامية اللي صار فيها التعويضات، ومدرسة الصديق مثلا، والثالثة المرقام أعتقد، لا لا الصديق والشامية وصلاح الدين المرقام، برافو عليك المرقام، صلاح الدين اللي تصير يم شو يسمونه، يم مركز الغذاء المطبخ المركزي القديم وزارة يم البرشة. اي نعم وزارة المعارف. اتذكر من كانوا من زملاء الدراسة في تلك المرحلة اللي لازلت انت لحد الان متواصل معهم؟ والله شوفي انا متواصل مع الناس القدامى، منهم سيد يعني شو اقول لك عصام البحر ما زال يزورني في ديواني بومرزوق، وكثير منهم وبعضهم صار وزراء وبعضهم وزير وطلع. يعني عندك واسطة أبو فهد. واسطتي ثاني واسطتي والله العظيم لو أقول ليش ما صدقين. أنا أولادي كلهم دشوا العمل وكلهم في يعني الحمد لله بفضل الكريم المناصب الله يحفظه، ولكن يعني وحضرت سمو الأمير الله يحفظه ويغنيه إن شاء الله ويعطيه الصحة، حضر زواجهم ما عمري رحت حق ولد أتوسط له، وهذا على التلفزيون وهذا هذا الزين يعني اسمك يكفي انك الحمد لله. اذكر ناصر الحين مقدم ماجستير وقاعد يقدم دكتوراه ناصر، وعندي الدكتور احمد هم بالقضاء يعني هم مقدم وخلص كان رئيس نيابه. اذكر انا كنت مريض وبلندن هذه بعد الحرب، وبعد الحرب اصبت في اصابه بالكلى نتيجه التناكر مالت الديزل، لان حاله حرب فنصب فيها الماء ونطلع فيها نشرب ماء من هالكلام وعسكر وجنود، ما دريت ان العمر لحد معين ويقوم الجسم ما يتحمل. فاحد اولادي اللي هو مقدم ناصر اعتقد ايه، فكان مدير امن الدوله قاعد بالخلف ويذيعون الاسامي اللي فلان فلان يقابلونه، كان عسى الله ان شاء الله يوفقه في عمره عبد الله الفارس من اللجنه، فقال ناصر عبد الله المقلد رد من اللي من ورا كان يقول ما امر امن الدوله، كان يقول لا اذكر الشيخ يا راح افتكر يا راح، كان يقول ونعم كلمه ونعم هذه، وانا مريض لما بلغت ابني رفعتني. ايه طبعا قالوا نعم اكيد دائما يقول لك الانسان يعني اهم شيء انه يترك اثر طيب بالناس وسمعة طيبة هي صحيح. الباقية للانسان. ابو فهد في هذه السنوات رافقت هدم السور، نعم ايش تقول عن هذه الفترة وهذه المرحلة بالنسبة لك؟ احنا لما نطلع كشتي من المدارس يودونا كل اشبال نركب في الباصات ونطلع من بوابة السور، يمكن لحقتي عليها عدل انت، ونطلع لنا أغنية معينة طلعنا من باب السور بيرقنا بيرق منصور من البوابات وصفقتنا، قامت الناس تفتح ثغرات بالسور، ثغرات منها اللي يجيب خضار من الفنطاس ما الفنطاس وديله، وفي عندنا البوابات اللي هي دروازة البريصي ودروازتنا اللي بالشامية، والدروازة الثالثة اللي هي مات المقصب تصير طرفية شمالية لعدال المقصب القديم، والمقصب القديم كان على البحر ايه صوب الامريكاني الامريكاني اللي عداله، وهذه كان منطقة خطرة اللي يسبح فيها فيها راير لان كل الدم وماي وديلة والاقلالة، فافتحوا الفتحات هذه، الفتحات هذه كانوا يقطون بدأ العمار بالكويت، بدت تشي لنا طريقة البنيان اللي هي البيت العربي المرشوش اللي كذا قبل طين زين، فافتحوا بالسور اللي يقومون النساسيف تطلع منه تقط تكروين اللي يسمونه المياس، المياس يعني المجصات اللي يقطون فيها ويسوون فيها الطابوق وحرقة هناك. فأنا أذكر هذه كانت بال52 53 53، بس ليش ان ذاكرتي قويه انا اذكرها عدل يعني. ونطلع منها انا اروح اودي امي لبيت ابوي العود بالشاميه اللي هي الضاحيه يم المطار يسمونها هي كلها كانت الشاميه الشاميه هي المطار القديم بس هناك، فكان في قلبان قلبان
حق السهول يتجمعون فيها حق المياه الغدير حق المياه الغدير. انا ودي امي هناك اذكر بيوت اللي هناك بيت الخبيزي بيوت الفوزان بيوت والله اذكرهم عدل في عوائل يعني بيوت كبار ومنهم ساعدني عليهم والله ذاكرة جيدة. لكن كانت بيوت طين دائما بيوت القديمة فيها دور مثل تقول توسعوا خذ المجال وكان الجو جميل وكانت صحة المدرسية هناك بيت رحمة الله عليه سمو الشيخ عبد الله مبارك سمو الشيخ يابر العلي بيوتهم هناك. زين ايش تأثرت فيه من حكاية هدم السور؟ يعني مرتبط بذاكرتك بارتباط وثيق بالأماكن بالناس بها، هل تألمت؟ هل توقعت أن هذا الهدم سيعقب هذه النهضة الكبيرة هذا العمران هذا التوسع؟ والله شوفي أستاذة أنا أكون واضح وياك، إحنا كان إيقاع الزمن سريع معانا، مدارس تنبني سريعة كذا سريعة صحيح. يعني أذكر الروح مشي لما رحنا الشامية بيت أبوي خلاص ثمنوا بيت صغير بثمنوا طلعنا عند يدي قعدنا ببيتهم الكبير أعطونا بيت عم إبراهيم أكبر اللي هم بيت السهول. زين أذكر أروح مشي لمدرسة أقطع شفتي أقطع البر هذا كله أروح مشي إلى مدرسة الشامية المأمون أول فيها نعم قعدنا مأمون. بعدين صرنا الشامية ولا متوسط ومنهم زملائي الموجودين اللي منهم الآن الاخوان الحميضي عبد الله الشايع اللي هو مال الابن يوسف ديلي ربعنا هذا اللي كله المنطقه كنا نمر على مدرسه منشاه قاعدين يبنونها اللي صارت مدرسه الجزائر كان يسوونها ثانويه الجزائر ثانويه الحين كان يسوون كاشي يسووها من كاشي مثل ما الحمام السباحه كنا السيراميك سيراميك صغار احنا فرحانين فيه على الوانه فكنا نجيب معانا حق خواتنا يلعبون فيه فكانت المنشآت سريعة بالبلد تحس البلد قاعد تتطور والشغل يعني شغل مفتوح كأنه ورشة عمل. نعم هذا أبو فهد بعد ما كملت يعني لما ثانوية الشويخ هل انتقلت لها درست فيها؟ طلعنا من المتوسطة قدمنا امتحانات بالمتوسطة وكانت الامتحان المتوسط مثل لور كامبريدج يعني في بريطانيا يعني الكل يقدم هذاك اليوم المتوسطة من بنات مدرسة القبلية مال القبلية وذيلة والمدارس اللي بالديرة ومدن المدارس اللي هذا قدمنا امتحان اعتقد انا ما جبت النتائج الزينة يعني تقريبا يمكن يعني مثل طلبة ذاك الوقت يعني إذا هم 1800 إيه ولا حد يسألك إيش كثر بتنسبة المهم طالع أكو شخطة عمره ولا دمجي فقالوا تروحون ثانوية شويخ ثانوية شويخ هذاك اليوم عندنا وداع يودعوني لأني أروح أنام بالداخلي أكل وشرب ويأخذ ملابسنا ويغسلونها ويسوون يعني كل شيء كأنك أنت في أكبر جامعات العالم. نعم وهذا الصرح العظيم اللي سووه هو اللي طلع القادة الوزراء صحيح. كان معانا السيد ناصر الروضان وكان معانا بعض الأعضاء والإخوان ديلي كله ما كان عندنا بالكويت ديلي ثانوية شويخ تعلمنا فيها على نظام المهرجانات اللي دائما نطلع الطلبة والطالبات يأدون بعض الإيقاعات أمام سمو المغفور له الشيخ صباح السالم لأن احنا تعلمنا في عهد صباح السالم بالنسبة لي تخرجت في عهد في تعلمنا في عهد عبد الله السالم رحمة الله عليه تخرجت في عهد صباح السالم وحاربت في عهد جابر الشيخ مغفور له الشيخ جابر عسى الله يغفر لهم والوالد الشيخ سعد يعني أربع حكام خلينا نقول الخامس وأنا قلت ذكرتها مرة في كتاب إحدى كتاباتي بالصحف قالوا ليش ما الحكومة عالجتك؟ قلت الله سبحانه وتعالى أفاض علينا معنا سموه وسمو رئيس الوزراء سأل عني قال ليش ودز لي ناس ليش خيروح أمريكا بدوين قلت له والله من فضل الله فضلكم عندنا خير فخلوا حق الباجي خلي اللي محتاج يعني محتاج وهذه يا ريت يا أبو فهد يعني الكل ينظر للمسألة بهذا المنظار يعني الإنسان اللي مو محتاج ليش
مثلا يأخذ من الدولة ما يفسح المجال للآخرين المحتاجين يعني. والله يا أختي أمل أنا أقول شيء يعني أنا ليس ملكي أكثر من الملكية يعني. يعني شوفي ما بقى بالعمر إلا الكيرف الآن يعني الواحد الحمد لله الله يعطيك الصحة الحمد لله الصحة ولكن العمر لحد لمت يعني أكيد أكيد. هذول الجماعة الأسرة هذه ما لقينا فيها خطأ ويانا إحنا الحمد لله. يعني الخطأ إنك أنت تقول خطأ ما تعترف بالخير ولا تعترف بأصحابه. أنا والله شوفي لي علاقة بسمو رئيس الوزراء جدا جيدة والله وهذا التلفزيون يشهد ما قد يوم رفعت تليفون قلت له طويل العمر الحق علي حق ولدي أو ساعد بشيء ما عنده من زمان مو من الحين ولا كنت أتوقع إيش الرئيس يعني ولا توقعت يوم الأيام صغار يعني ماشي بالحياة ما زلنا في درجة الاحترام اللي هو كذا ولذلك تشوفين يعني بعض الصور اللي تقدم الآن يعني صور يسمو الأمير حضر زواجات عيالي صور ولي العهد صور حضر زواجة عيالي سمو رئيس الوزراء هذا التقدير طبعا هذا التقدير زين أنا من اللي أنا هذول الناس لا عندي من هالبشوت اللي وراي ولا عندي هالناس ذيل رجل يوم الأيام قاتلت لجل البلاد بالصامتة وقاتلت فيه لا وهذا الشخص هو يعني اللي يأتيك هو يقدر مقدر جهده مقدر مكانتك انك انت مواطن إن مو بالضرورة يكون وراك يعني ولا هو لهم نظرة بالأوادم صحيح لهم نظرة الأوادم يعني يحترمون بس مشكلة ان انت من يصل لهم الآن اكترت الدولة صحيح. من يوصل لهم ان فلان بعوزة أو فلان يبي محتاج هذه هي هذه القضية خدمتك يعني تذكرها في تحت السراي بعد هذه الاستراحة نعود للإجابة مع ضيفي العميد عبد الله المقلد الله يسلم عزيزي المشاهد نواصل لقائنا مع ضيفي في هذه الحلقة العميد عبد الله أحمد المقلد مفهد حقيقة كنت سألت قبل النقف في الاستراحة هل تتذكر الدراسة تحت السراي يعني وين في بالثانوية اي اتذكر الدراسة أنا الحقيقة اللي يتعبني ذاكرتي ذاكرتي لدرجة استلمت لجنة التعريف بالحدود عشان أعرف الناس لأن أتذكر الناس أساميها وويها الدراسة حقيقة كان عندنا الفصول ندرس 4 حصص والخامسة الأخيرة تكون الخامسة مريحة يعني بالأخير يا تكون دين يا تكون شغلة بسيطة يا تاريخ هذا وبعدين عندنا حصتين العصر لما رحنا بالثانوية لا الحصص كلها 6 تاخذها وتروح تذاكر وفي مدرسين يجونك بسط البيت الداخلي في يدرسون لك نعم. الدولة اهتمت بالنشأة اهتمام بطيء يعني الآن لما كبرنا وطالعنا قلت اللهم لك الحمد ونسجد لك لأن احنا علمونا شيء قدرنا نعلم عيالنا ولذلك علمنا عيالنا على النظام على طريقة الاحترام يعني شفت اللي قبل شوية الأخ الواحد من العيال نقيبة يقعد هناك ليش؟ طريقة استقبال الناس طريقة احترام الناس يجب أن الإنسان يصل إلى المراتب العليا وأمانة أمانة أنا ودي أذكرها يعني دائما أشيد ليس في بلادي ولكن من الدول الخليج اللي ما كان فيه أول ما خدوا درجات العلم أول ما طالبت المرأة بتدرس بالمدارس بدأت من المطوعة لين تقدمت لين درست وبدت بالإعلام مثل حضرتك يعني أنا استغربت أنت يعني ما كنت في منصب يعني ولو عندما شاء الله أنت يعني من الأول عاصرناك من أيام الله رحمه يابر العلي
الشيخ يامن العلي، كان طلعت الفنون مالتنا من الكويت، المطربين كانوا يسجلون عندنا مثل ابو بكر، مثل يسمونه احمد قاسم، احمد قاسم، احمد قاسم لما غنى صدفه التقينا، وذيله كان عندنا يصير حفلات بالكويت في الاعياد في 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 سينما الاندلس، وكان في شيء جميل بالبلد. صحيح. بلد حضاري كان الله يغفر له اللي هو شاب صالح شاب، جاسم الشاب، صالح شاب كان يسوي حفلات الترويح السياحي. نعم. الترويح بلد متكامل متماسك، يعني تعرفين الكرة الثلجية لما تمشي تحتوي فتحتوي فأصبحت جبل. يعني يربت أنا لما طلعنا للمجتمع شفنا إحنا دولة شيء عجيب، الأرصفة، شوارع سيارات تغسل الشوارع. ما أقول وين راحت هذه، أقول ليش تناسوها. يعني لكل مرحلة، ولكن ما ننسى أن طبعا الإعلام وأجسامنا قوية، من التطعيم بالمدارس. نعم. من الأكل بالمدارس، من شنو بالمدارس. على ذكر المدارس، يعني دائما كل ما ألتقي بمجموعة من يعني الأخوة أو السادة اللي التقيت فيهم على مدار سنوات، دائما ثانوية الشويخ لها مكان مميز. هذا النظام، هذه الدراسة، هذه يعني الأسلوب في التدريس، في احتواء الطالب، هو الذي خلق هذه الأجيال الملتزمة المحبة للعمل. لماذا لم يستمر هذا النظام؟ لأن هناك الكثير من الناس يشكو أن من تسرب الطلبة، من عدم الانتظام، من عدم التحصيل الجيد كما كنا نتوقع. هل تعتقد لو كان استمر نفس نظام شويخ كان ممكن يكون أفضل لطلبتنا وأبنائنا في الكويت؟ والله شوفي هذا سؤال يعني بالنسبة لي واضح وجدا. الناس تغيرت. قبل أنت لما تروح ثانوية شويخ وتقعد، أول شيء ما لا تخطئ وتلتزم، وطريقة المطعم وطريقة الكتب وطريقة الدراسة والتحصيل العلمي، كان يتصلون في والدك وانت كبير والدك يعني يسنعك عدل بالمدرسة. ايه؟ يعني ولا يتوصى ابو عبد الله يمكن يسمعني عسى الله يطول عمره، ولا يقال نفسيا خاف الولد. لا ما في، لا ابو عبد الله ما عنده، يقعدني ورا بالسيارة كل ساعة يطق بريك، والسيارة هذه غير عادي. ايه؟ سو اقول عسى في السيارة، يقر الجير يقول ينادوني علشانك ويطقوني. فيعني ليش مسوي؟ يا اني متأخر، يا قاعد العب كرة قدم ما يجي الصف، يا قاعد احبل طيور لأن كبيرة الثانوية على البحر. طبعاً طبعاً. لكن طلعت منها قادة، وطلعت منها يعني ناس منظمين، شو قلت وزراء وكثير، يعني شو أقول؟ يا ريت استمر يعني جزء من هذا، يعني ونأمل يعني القادم إن شاء الله أفضل. والله اللي دخلت علينا بعض الأمور الدخيلة اللي هي دراسات نفسية، لا تحاكي الولد، لا تحاكي بدي منه، ما يصير الأب ما يحاكي. أنا والله حاكي ولي يومك إلا باكر أقضبه وأقول له ليش وليش ليش أبي علمه. طبعا لمصلحته، لكن أيضا هم التعليم لحد والتوجيه لحد، يعني التمادي فيه أيضا ما يجب أن يستمر إلى أبعد من الحدود المتاحة. من متى نطلع السكة؟ يعني يمكن أحد الصور، شوفيني أنا يمكن عمري 18 أو 17، لا والله أقل، حاط قطرة على كتفي وقاعد شتاية. هاي بعد أنا قاعد بحديث شرمبة. إيه. حاطة يمي. إيه. إيه. حاطة يم قطرتي، قاعد يم الكراسي يم بيتنا كذي يم الحديقة. زين، من متى أنت تطلع الآن في شورت أو تطلع في كذا أو تي شيرت أو كذا؟ ما يجوز هذا الكلام. يعني هي سلوكيات. سلوكيات ولا حضارة زائفة يعني ما ابو فهد، يعني انت اسرتك من اوائل الناس اللي كانوا في الخمسينات والستينات يروحون في رحلات الى سوريا ولبنان، هذه المناطق ومصر، ماذا تقول عن هذه الفترة وشنو كنتوا تشوفون خارج نطاق الكويت اللي احنا في هذه الفترة في الخمسينات والستينات عارفينها شنو كنتوا تشوفونه
ويختلف عليكم وتتمنون ان هذا يطبق عندنا او ينتقل الى الكويت؟ اول سفره سافرنا عندنا صور وريتها للاستاذه الياد، بس لنا فيها صوره الوالده والخواتي كلهم صغار. رحنا فيها بيت المقدس القدس، القدس، وعندنا صوره مصورين من بيت المقدس والصوره موجوده وديله، بس لنا الخوات صاروا يدات يمكن تعرفينهم زين. فرحنا الى الشام. الشام تمنينا هل الماء اللي نسمع صوته نهر برده وهالشيء العجيب ونمشي نكون عندنا في الكويت، بس هذا تمنينا. بعد شيء ثاني امانه يعني خلنا اكون واضح، في بعض الاكلات يعني الاكل أمانة الكيك وما الكيك ما كنا نعرفه يعني قليل ما عرفناه بالأخير. وذيلا إحنا قرص حدنا قرص العقيل انت ولا الحجي ولا الخبز تحط عليه دهن وتعطيك إياه زين. لكن الحقيقة الطريق لما طلعنا من أول حدود مشينا كان خطوط ترابية لحد دخلنا للعراق، ومن العراق دخلنا في هذا الخط إلى وصلنا الشام. الحقيقة الدول العربية كانت محبة لبعضها البعض. صحيح. يعني أتذكر في لما وصلنا فلسطين جريب الظهر طلعنا من عمان ويا والدي، كان يقول غدا، قالت الوالدة شوف لي هالخف يا ابن غدا انزل عبد الله يما شوف اكو دكان فاتح. والله هذه في يسمونها عندهم في مو الجليل الجنين ما الجليل، نزلت انا شاطر اركب الجناط واربطهم بالحبل على السله ودزيت وسطوله تقول باخره يعني زيت 750 زين. فوقفت عند ريال قلت له سمحت في مطعم يبغى اشتري غدا حق خواتي واخواني، قال لي انت ما تستحي؟ قلت له شو ما استحي؟ انا صغير ونزر من الاول. قال شو مطعم؟ تعال وين انت ابن مين؟ قال لا ما هو ابن مين، انا كويتي جاي من الكويت. جايين من قال وين؟ كذي يقول يا وجبت عند ابوي عند السياره قاعد ينظف الجامعه وذيله. وحاشا الوالد والله، قال له عيب شنو مطعم؟ والله ضيفنا قدانا وديله ومشينا ومشينا. فكان في حب بين العرب في في وئام. حتى اذكر مستشفى هداسه مالهم اليهود الان اللي خذوه في منطقه هداسه، في منطقه هداسه انا رحت القدس. شيء جميل. انا دائما اقول والله استاذه اقول شوف حجيت اللي هو مكه والمدينه ورحت السيدة زينب في سوريا ورحت القدس، الأشياء اللي ما راح يحصل الوطن العربي اللي يرجعون للقدس. وهذا اللي خلاني أنا أصير عسكري وقاتلت فيها مرتين، أقاتل اليهود عشان يقول لربما ما ترجع يعني بعد 48 للأسف يعني. بس هذا اللي شفنا اللي حبينا نكون منه أمانة ما كنا نشعر بالجو الكويت حار بعدنا، ما كان عندنا المكيفات بس لان تعودنا احنا تعودنا التكييف حلو تطفى الكهرباء خمس دقائق الناس نفوح اول نقعد بالحوش نقعد بالليوان مهفه. انا اذكر الريال يبلل الوزاره يدتي امك وديله تاخذ ثوبها من الصلاه تغسله وتنام فيه تنام لها عشر دقائق نعمه يعني من رب العالمين الحمد لله. سنه 64 شو تقول لنا عن هذه الفترة ونادي القادسية؟ اي نادي القادسية انا العب كرة اكثر الصور العب كرة وكنت نشيط يعني جري كذا يعني احس ليش؟ لانك انت تصحى بدري وتقوم بدري وغير شغل البيت تساعد امك تنزل الفرش من فوق تركب ذيله يعني اي عمل انت تقومه. فيبون لاعبين فرحنا نادي انا ورحمه الله عليه فاروق ابراهيم وكريم نصار والاخوان موجودين عسى طول عمره احمد المشاري والعواضي والعثمان وذيلا سجلوا بالنادي ولعب نادي القادسيه. لعبنا فتره لعبنا يوم من الايام ابوي جاي بالصدفه ويلقى تاكسي عند الباب. تاكسي من الباب صعبه قبل مش حقه يعني كان يدش البيت قال تاكسي هذا من لي؟ كان تقول امي هذا حق عبيدي يروح النادي ولا انا طالع جنطه بشورتشه. يقول عجيب الكره صارت بالتكاسي اقعد يا يبا هذه الكره اثر ذيلا متطوعين بالنادي. كان رحمه الله عليه جويعد كان التاكسي رحمه الله عليه يجينا يساعدون النادي في الترانسبورت حق ياخذون اللاعبين من كل منطقه ويجربونهم وياخذونهم. فلعبت بالنادي فتره
بعدين أبوي اكتشفني وقعدت ما ألعب كرة. ما قعدت تلعب؟ لا بس خلاص، لأنه شاف بيدي كتاب حول العالم، حول العالم من 80 days. قال تقرأ قصص؟ قال والله أبو عبد الله يبقى أنا هذا امتحان شوفوا إنجليزي. قالوا بعدين وين تروح؟ قلت له عقب أروح يا الجيش يا أصير طيار. شوفوا يعني تشتغل؟ دش 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 ادرس ادرس وتم ها درس ما درس ابتلشت. لا هو يوديني شويخ، يوديني شويخ لحد ما صار الداخلي، يوديني شويخ يقول ها شلون، وكان يعطونا فلوس بالداخلي. نسيت اقول لك في ثانوية الشيوخ يعطون بعد فلوس. اذكر كم تقريبا؟ بحدود 25 20 اذكر ربية. لا دينار، دينار اي ما دينار تغير سنة لما غيروا في ستينا، غيروا وصار ناية بيزة وبعدين غيروا على النظام الهندي. زين اعطونا ويعطون اهل فيلج يطلعونهم يوم الخميس بدري يعطونهم 5 دنانير يروحون في المراكب هذه. يروحون فيلج لنج كان لنج يروح الخميس ويمعه. ومنهم الان استوطنوا يعني يوم المدينه هني وصاروا من القدرة. اي لان فيلج يعني بلد كانت تطالع شعبها عدل. نعم. في كل مراحل ما تخلي ما تخليك انت معتاز فيه. ما تعتقد ليش يعني في بعض الامور تغيرت وبعض الناس يعني غير راضين عنها، أو هي لم تتطور عما كانت عليه؟ هل يعني لكثرة مؤسسات الدولة، تشعبها، كثرة الناس؟ والله اللي قلتي الأخير كثرة الناس واحتياجاتهم الكثيرة يا أستاذة، كثرة الناس واحتياجاتهم والكم من الوظائف وقلة من العمل، يعني ما يستقطب إلا القوات المسلحة تستقطب هذا العدد والشرطة والحرس. ما تعتقد يعني إحنا يعني لو نظرنا إلى الكثير من الدول نجد أن الكويت أفضل حالا بكثير ممن يعني حولنا، من حيث الرعاية الطبية، الرعاية الدراسية، الرعاية السكنية. صحيح. يعني لكن إحنا في بعض المتطلبات ربما يبيها المواطن يريد لها الكمال، والكمال لله سبحانه. تعرفين اللي إذا شبع ونام ونام والناس تسبقه عقبها يصير ثقيل وما يقدر يمشي لحقهم. احنا وصلنا إلى درجة العلم من شبابنا اللي راحوا وصاروا دكاترة وأساتذة ويونا وتخرجين، هم لما يو ما حاولوا يصلحون، اهتموا بنفسهم ومكاسبهم الشخصية، ما عطوا، بعكس الأوليين. لو لما يروح أي هني ينشئ العالم تنشئ. يعني أعطيك حادثة بسيطة جدا وقليلة ممكن إحنا تقولين فيها. يعني عندنا النظام الاجتماعي اللي هو يسمون هذه التأمينات الاجتماعية. تأمينات. نعم. هذه قمة. الإنسان يكون عنده مؤسسة ترعى يعني وتضمنه هي ما يدري. نعم. تضمنه صحيح. ما يدري. الرعاية الصحية يعني في كل منطقة مستوصف من يسويها؟ شوف الدول العالم إذا بيروح حتى في أوروبا. لهذا يعني هو تقديرا لكل هذه الخدمات التي يحصل عليها المواطن وهي ميسرة وسهلة في الكويت. طبعا الأمم المتحدة لما أعطت الكويت يعني عاصمة للإنسانية، والأمير أطال الله في عمره قائد للإنسانية، نظرا لهذه الخدمات اللي إحنا يعني ربما هني في الكويت ما نلمسها لمس مباشر، ولكن هي محسوسة وملموسة لدى كل من حولنا. يعني ونسأل الله أن يستمر علينا هذا العطاء. وهذا تي على قائد الإنسانية الأمانة. يعني أنا سمو الشيخ صباح يعني من الناس اللي اتخلط ويانا حق التحرير، ويعني أنا كتبتها مرة وقلتها، يعني أنا رجل حرب ولا سادة، فقلت أنا مرة أخذني شغل الكتابة كان في رد ولغط بالكلام، فقلت سمو الشيخ صباح يعني الأمانة مسك قاطرة متهالكة، يعني لما دخل الكويت جميع الأشياء اللي حواليه مدمرة. نعم صحيح. وعسى الله يرحم أخوه، الله يرحمه الشيخ أميرنا المفدل الشيخ يابر، كان بحالة مرضية. فالشيخ صباح على الشيخ سعد رحمة الله عليهم
مسكوا البلد، أعادوا الدبلوماسية الكويت، هيبة الكويت الخارجية، ارتفع علمنا، بدينا بالبنيان، بدأت المؤسسة. المشكلة العيب مو فيهم، العيب فينا إحنا، العيب فينا إحنا. يعني كل واحد يعتقد أنه هو رقم واحد، ما يصير. الدولة لها يعني التخلي عن 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 الأنا، يعني يجب أن يتخلى الفرد عن الأنا، هذا غرور، ينظر للمجموع، ينظر مصلحة الكويت، ينظر مصلحة أبنائنا أجيالنا القادمة. لما أعطي قائد يعني الإنسانية الأمانة، هو أساسا إنسان، نعم صحيح. يعني إنسانيته فيه، لأن من اللي كان يطلع بروحه يمشي، من اللي كان يسوق سيارته بروحه. أنا أذكر ليلة من الليالي كنا قاعدين بالديوان، دخل علينا واحد من الجماعة شايفينه قال طول العمر تسمح لي بكلمة، قال قال أنا شفتك على الجسد ميدان سوق سيارتك بروحة في منطقة بعيدة. قال شو فيها؟ قال طمرك أنا بغيت أمشي وراك حماية. قال ما أحتاج. فهذا الأم الحكام. صحيح. يعني كما قال عمر، يعني لما يسألون كيف يعني الحاكم، فقال حكمته فعدلت فنمت. فيعني لا تأتي الأمان إلا من عدل الإنسان واطمئنانه بأنه هو خدم شعب يستحق، وبالتالي هو يستحق التقدير من هذا وأنا الشعب. وأنا لما نمجد حكامنا نمجده، ليس الآن احنا بحاجة لشيء في هذا السن يعني، لكن نمجد لأنه قاعد نطالع ونقارن احنا وين لحد الهزات اللي حصلت لنا والضربات اللي حصلت لنا، يعني يهجم علينا يعني. هذه بنيها بعدين. ناخذ استراحة ثم عودة إلى أحداث 67 ودور الشباب الكويتي فيها. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي أبو فهد العميد عبد الله المقلد. أبو فهد، كنا توقفنا عند سنة 67، طبعا هذه الحرب، أنت طبعا كشاب في مقتبل العمر، إيش كانت تعني لكم هذه الحرب وهذا التاريخ؟ 67 طال عمرك، إحنا الآن من النش اللي كان يسمع أخبار، والنش اللي يتابع القومية العربية، نعم، ويعتز بأن عروبته وطنيته والوطنية غرس كانت. يعني لما ينزل علم البلاد، انزل يا علم بلادي أضمك إلى صدري وأحن إليك إلى الصباح، شيء مخيف. شنو العلم؟ شنو الانتماء؟ وشنو الأرض؟ وشنو هذه الأسئلة يسمونها أسئلة ذاتية داخل الإنسان، من الحواس النادرة اللي انت غير اللي انت الحواس تستعملها، حواس غير مرئية سادية داخلك، في حبك للوطن، حبك لأهلك معروف، بس شنو الوطن؟ تحس انك غريب، غريب عن الوطن هذا، تحس. وكنا نفتخر لما تكلمني اقول لك انا كويتي، انا كذا، هذه بلدي. واسرع التاريخ 67 صارت الحرب، الاعلام قليل، ونسمع اذاعة صوت العرب عدل، وتسمع طائرات سقطت وكذا، فطلعنا للجهاد، يا فلان نبي سلاحنا، وزعوا على المناطق كلها لان الدوله محميه كان، فقمنا اعطونا اسلحه كل اثنين بندقيه ذاتيه كنديه عدل، واحد يشيل الفشق والرصاص اللي هي الذاتيه الكنديه هذه 67 67 فبالمناطق، ايه نحمي مناطقنا، نعم، ويكون الشرطه مجهزين ليوم الأيام القتال. الكويت لها فيها طريقة أنا ماني عارف سياستها، بس أي قتال عربي تزج بالحرب وتطلع. يعني لو تطرقنا الأسئلة المستقبلية في المربع الثاني، أنا للحين كضابط وقائد لما دخلت أتذكر قوة البلد اللي كانت كل الدول محتفظة في نفسها وما عندها سياسات الغريبة، الكويت تقاتل برا.
فسبعة وستين كنا بالمناطق نحمي مناطقنا، كان ماكو جمعيات تعاونية، دكاكين موزعة، خبابيز موزعة، نحميهم، نحمي من السرقات، نحمي من تسول له نفسه من الكويتي، نكسر إيده ولا تمد إيدك، تدي قبل ثقة يمر يم درع الدكان، دكان مبطل مبطل ويحطون يم الأغراض، فتلقى ناس أنفس دنيا ما تدري، ولا صار ولا حدث ولا بيت دخل صحيح عليها صحيح. شبابها يحمونها رجالة تحميها صحيح. فهد 69 الكلية العسكرية وصدور مرسوم هذه الكلية، شنو تتذكر فيه وانت شنو كان يعني موقعك من هذا الحدث؟ كان اللي تخرج من الثانوية مدلل، تبي النفط تبي الحكومة تبي كذا، بس ما نعرف الخارجية ولا نعرف حقوق لنا، ما عندنا هذه ثقافة التنوع الدراسي. فاحنا مسجلين بالاستمارات اني انا اكون طيار، اساس ان اكون طيار، فرحنا على اساس ان نقدم الكلية العسكرية، وكانوا يفلونك فلاي امك مني وابوك منه وفلان، شيء جديد عليهم. كان قبلنا مجموعة خلت يسمونها مدرسة تدريب، ومنهم ضباط ومنهم الآن قادة وزارة وذيلة قبلنا، وتبقى منهم جزء. احنا لما جينا سمو الأمير رحمة الله عليه الشيخ صباح هنيت صباح السالم، صباح السالم نعم، طلع مرسوم بإنشاء الكلية العسكرية، ونعتبر احنا الدفعة الأولى، لكن لأن في نص الدفعة السابقة فصاروا هم الأولى واحنا الثانية. فدفع الكلية العسكرية رحنا الصبح وقفنا سياراتنا دخلنا على طول، اتصلوا بأهلكم كان تلفون ياخذون سياراتكم، اصبر يباي انا حتى اقول له هوب يبا سيارتي في اغراض، في اغراض ابوي وذيلا بوديهم له، قال لا 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 دش. واول واحد تعاقب الكلية العسكرية انا، لا انا كنت وايد يعاقبوني. ليش شيطان؟ وايد وايد يعني اخطط النط الطوفة وصيدوني وتخطيط ونعم التخطيط يعني وهذا ربعي يلا خلنا مثل يحجون يوم الخميس والجمعة النط هذه يمنا مستشفى الصباح، فمرة نطينا ولابسين فنايل وبنطرون الخاكي فنايل مالت الرياضة، واحنا نمشي بالشارع وتلحقنا الجيبات شا يقول متسللين هذول ويركض معانا والكلية تنطر صادونا بس كانوا ما كانوا. كم سنة كانت الدراسة؟ هي سنتين تقريبا، سنتين الكلية الحربية سنة وثمان أشهر، تخرج برتبة ملازم، قعدنا 15 يوم 15 يوم وبعدين كان يقول يلا بريطانيا. ابدا بريطانيا سيده ودونا الى يعني ما كملتوا السنتين في الكويت؟ لا لا سنتين تخرجنا، تخرجت وخرجنا سمو الراحل رحمه الله عليه بعد التخرج، يعني ما داومتوا فتره 15 ولا يوم. قال جهز نفسك تسافر لندن عبد الله. والله كان مدلل الطالب الكويتي جدا، كانت الدولة يعني الكل يعمل أقصد البطانة الآن اللي أنتقدها اللي دائما يدور حق أهله، لكن اللي قبل للكل بار يميع. فودونا خلال 15 يوم سافرنا لبريطانيا، نزلنا من المطار استقبلنا ملحق العسكري رحمة الله عليه الأستاذ محمد خلف، أعطانا فلوسنا وركبنا قطارات روح القطار ومعنا باوتشر والعوائل تنطرنا في المدن البعيدة يعني مثل أنا في إسبون وكل ريتاير بيبول هنا، وعلمونا طريقة شلون تاكل بالشوكة وشلون تقعد وشلون تمشي. طبعا كم قعدتوا عند الأسر ثلاث شهور؟ أنا والله كنت في الصف أقعد عندهم، لا بالأسر إلا الأسر على طول لأن قاعد ندرس لغة بعدين نروح معسكرات يعني حتى في دراستك في المعسكر كنت عند أسرة؟ لا دخلت داخلي في المعسكر ليه زوجت أولادي وإحنا مع الأسر يعني مات الرعي المالهم عيالهم قاموا يجون الكويت وبالغزو دوروني يعني وعالجت أمهم يعني عملية كان أعملت من عقب الكبر سويت لعملية الكونتاكت لاكسز لأنه ولما أخذت فريدة مفهد تزوجتها كنا رجعت أنا من دورة زوج فريده واخذته وياي فسوى له نوع من الودنج حتى فهد لما حملت في ولدت قال نسميه ارثر ارثر شو ارثر ارثر شنو احنا وقال من عمده بالكنيسه قلت لك وتعدي احنا خلونا احنا كذي علاقتنا فيه يعني الانجليز لهم طبيعتين
طبيعي أنك لا توصل إلى ماله فلوسه نعم. ولا تعدى على أهله يعني لو قلم ماله هني وتشيله يزعل ايه. ايه. طبيعة الإنجليز. مهم أن تحتفظ أنت بحقوقك وهما. وهذه علمتنا النظام الحين أنا عندي أطفاء الأنوار بالبيت عشرة ونص خدم ما خدم الكل. عارف هي نظرية صحية أن يقولك يعني من فترة أن جزء من المخ يعمل في الظلام عشان يعني لها نظرية صح يعني. والله أستاذ علمتني شيء بالحياة أني لما رحت بريطانيا لوني أنا أسمر غامض يعني هم عيالهم بيضة والأيام عيالهم يوخرون عني الصغار ما شايفين واحد مثل جديد شكله أول شيء هذا علمون إن الحياة يعني ما بينك وبين فرق هذين اللي يشتغلون شيء مجرد إن ظروفهم ما سمحت لو سمحت ظروفهم تنادي إن يكونون أفضل منك أبطل. يعني إنما الحياة وهذا اللي أنا في حياتي الآن حتى أولادي دائما أوصيهم خير بالخدم خير بالسواق صحيح. خير بالله المزرعة خير بدي ليش لأن هذا إنسان مثلكم مثله وظروف الحياة حددت أنه يشتغل في مهنة بسيطة يا ربنا بالغزل يا ربنا بالغزل الحمد لله على كل حال. أبو فهد بعد ما خلصت الدراسة في بريطانيا عدت إلى انخرطت في سلك العمل في هذه الفترة كانت بداية حرب أعتقد الاستنزاف ولنا قوات كانت على الجبهة أصف لنا هذه المرحلة. احنا كنا في بريطانيا قاعد ندرس فيات برقية ان الجيش الكويتي الان حرب الاستنزاف في مصر الكتيبة اللي هناك بتبدل وفي ضغوط على مصر وحرب الاستنزاف هي اقوى من الحرب العادية استاذة ليش لان يوميا قتال يوميا انت لازم تكون باستعداد واقف طبعا الضفادع البشرية من القناة اللي قاعد تجينا بيركبون بايبات اللي هو النابالم اللي هو مادة يحطونها بالقناة الغام موجودة بالقناة يحاولون بأي طريقة يسكرون القناة يسوون خانق إلى مصر طبعا أنا حبي لمصر مو لحب لمصر حب لمصر لأن أول أكثر لغة عرفناه من الصور نلعبها من الأفلام اللي نشوفها صحيح. يعني المخفر اليمني من بيتنا يشق الأفلام بالأسبوع مرتين كلنا نقعد بالحوش ونشوف حتى نقول ما انتهي الموسيقى واحد يغني وين يدقون ما يعني احنا ناس كنا أذكية بالفطرة ومخنا نظيف فكنا نلتقط الأمور الإشارات هذه فالحقيقة نتكلم على مصر فقالوا استدعونا قالوا نبي الضباط اللي موجودين يلتحقون بالقوة اللي هو المغاوير اللي هو الصاعقة الآن يسمونها فأنا من ضباط المغاوير يعني فالتحقت إلى وصلت هني قابلت رئيس الأركان قال متى وصلت قلت أنا موجود القائد رحمة الله عليه ويغفر له إن شاء الله عبد الوهاب المزيد قادي قال لي الليلة نام عند أهلك باشر تأخذ الجنود تطير فيهم إلى مصر إسماعيلية وفايد الدفنشوار وخدتهم على خط القناة وأديت الجنود لما رحت لأن هم قد رايحين قبل ويايين يعني بس رحت كم كان عددكم كتيبتكم في تقريبا لواء ناقص لواء ناقص يعني تسوينا يمكن تي أو كتيبة زائد لأن تلحقها بمدفعية صغيرة مدفعية ميدان لاسلكي كذا مدافع هاون يعني تقريبا بحدود 400-500 وهذا كم القتال كم الكويت. طبعا كم إذا قيس بقوة يعني العسكرية الكويتية إن 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 يعني تضحي بكتيبة الكويت يعني إلى جانب إخواننا في مصر والله ستنا هذا ليس بالهين يعني يعني أنا دائما أقول لله يدرك يا كويت يعني هالطعنات اللي قاعدتي والكلام البطال لله يدرك وأنا دائما أقولها بديواني وجدام الناس يعني دولة مثل هذه كانت عندنا على الحدود بالصامتة وإحنا صغار يعني أنا ضابط 62 موجود هني وعلى الخيمة اللي موجودة على الحدود اللي طلعنا لهم الفير وطلع الوافد معانا يعني الوافد تم ينطرنا ياخذ تناكر اللي عنده تناكر لان الكل كان يحب الكويت بلاد العرب صحيح. الكل يعني ياكل منها فطلعنا يا صارت الحرب سمو الشيخ صباح يعني كانت كلها وكان طبعا اللي يدير الشيخ يابر الله يغفر لهم ذيله يحبون عيالهم لكننا ملتزمين بالجامعه العربيه وطلع الجيش الكويتي الى الجولان نعم. طبعا مصر انا في حرب الاستنزاف واخذت الوسام المصري اللي هو وسام
يسمونه وسام حورس اللي هو الجمهورية العربية المصرية. هذه طبعا بعد التحرير 73. لا حرب الاستنزاف. الاستنزاف. اللي هو بال 72 نعم. كان الضرب على مصر إطفاء الأنوار وكذا. نعم. وللتاريخ يذكر أن طائراتنا كانت تحمي سماء مصر يعني موجودة. مشكلة إن ما في أحد يكتب أستاذه هذا تاريخ الوطن هذا. هني في قوة. وقوة طالعة الجولان، قوة اليرموك طالعة الجولان اللي احنا طلعنا على خط البر اللي الدبابات ركبت في مقصر واحنا طلعنا ايش اسمه هذا، لان الجيش العراقي ضرب الجيش العراقي ضرب المغاربة قدام، اعطوا احداثيات غلط فالمغاربة اخلوهم للخلف فزعل الجيش العراقي وعنده مشاكل بالبلد. وكان المقبور صدام كان نائب رئيس الجمهورية يبي يستلم الحكم والفضل سحب الجيش، إذا تبي جيوش أنت السد، فسدينا الثغرات اللي في جبل الشيخ وأنا ألحقت كم صورة كنا نعم. موجودين وزملاء تشيونا لول والقطامي هلال الأحمر يسمونه أذكر زاروني نعم في ذاك الوقت زاروني بالموقع جمعين. اللي يبون يروحون عندي نعم. فأنا لما قالوا حريم بيون وذيل استغربت بجبهة ماكو أحد، فياتنا لول والقطامي كوتر اليوعان سارة السداني سارة الساير ايه. وياهم وحدة مصرية هذا اسمها البرتقالي أو تهاني البرتقالي آه. إيه؟ فهي أصرت اللي أطرع المدرعة أنا من الخندق إيه؟ يا بنت الحلال هذا ديزل وغيم وثلوج إلا طلع وتدري القادة يلا طلع لها عبد الله. فأنا أذكر عندي صورة حتى علي اللبسي اللي هو الصوف نشوف هذه إيه؟ يعني فسحبت لها المدرعة طلعت تدري هاي ديزل تطلع دخان الأسود رصدنا العدو ورمانا كلنا تمشيط اللي هو قذايف اللي هم خشوا الحريم انا اخذته وقفزت فيها يعني كان ابو فهد. الحقيقه يعني الحديث عن الحرب ومشاركه الكويت وابناء الكويت في الحروب والمواقف العربيه التي لا تنسى للكويت ما كان احد ترى الخليج لعلمك انا ماني اقليمي بس والله ما في الا كتيبه سعوديه اللي موجوده في ويانا بسوريا بس ما كانت بالجبهه كانت تحمي صوب طرطوس نعم. لكن الجيش الكويتي والله عنده في مصر وعنده هناك في اليرموك وكان عنده عصامته ما زالت بينه وبين العراق والعراق اجبرنا لما دخلنا ولا مدفع يرتفع ولا سلاح يؤشر الى هذا دائما نكسو السلاح الصامتة يعني توقف عزيزي المشاهد مع العميد عبد الله احمد المقلد عند هذا الحد ونلتقي في حلقة اخرى كي نتحدث عن الصامتة وماذا قدم فيها جيش الكويت هذا الجيش الباسل والله. الذي قدم الكثير من التضحيات أيوة. أحييكم وإلى اللقاء شكرا العفو والله العفو.